أول شيء بيستوعب له الإنسان تعليم وحقوق الإنسان. إذا ما بيعرف حقوق الإنسان لحتى يتعلم حقوق الإنسان. باختصار حقوق الإنسان عندهم يعني إذا كنت ماشي في الشارع أنت وشفت إنسان عم يحشش، ما بصير تقول له أنت ليش عم تحشش أو لا تحشش، عم تضايقني، ما بيصير. وهو بالمقابل ما بيصير يحشش في مكان مغلق بحيث أنه يضايقك ويزعجك فيه. إذا شفت اثنين مثلاً عم بيعملوا شيء محرم، إذا كانوا طالما هنن ما عم بيضايقوك ما بيصير تقرب عليهم أبداً أبداً. وإذا ضايقوك فيك تشتكي عليهم، ولكن ما بيصير تروح تضايقهم تشتكي عليهم. هاي من ناحية حقوق الإنسان. في إلى كثير تفاصيل. بعد حقوق الإنسان بيجيك شيء اسمه حقوق المرأة. حقوق المرأة أنه هي تأخذ حقوقها الكاملة. يعني حقوق المرأة باختصار بيحكي للمرأة أنه تحرري من عائلتك، عملي شو ما بدك، لا تخلي شيء مقيدك، لا دين لا ثقافة لا عرق لا أخلاق لا تربية، شو ما بدك شو ما بخطر ببالك عملي. بغض النظر يعني عن موضوع النساء اللي عم يطلعوا، يعني 70% من النساء عم يضلوا محافظين على أخلاقهم وعلى التربية تبعيتهم بغض النظر عن الدين. فهالشي هذا ما عم بيناسب تربيتهم للأطفال مثل ما بدهم هنن. هون في فيديو مصور، الله أعلم مصور يعني بدون علم البوليس، عم ياخذوا طفلين من أمهم محجبة، كانت البنت محجبة وحجاب تقليدي يعني غطاء رأس يسمى عنا نحن. فأخذوا طفلين منا بالغصب بطريقة بهيمية، يعني ما عملوه كإنسان أبدا. أنا مالي شايف معاملة إنسان لإنسان. حتى أخذوا منا الأطفال. وعلى فكرة يعني للتنويه، يعني هذا الشيء منه كتير 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 كتير، ولكن نحن ما منشوفهم. اللي مو عايشين معهم، اللي مو عايشين بيناتهم، نحن ما منحس. فهذا شيء كتير موجود. حسبنا الله ونعم الوكيل. بس منكم وإليكم والسلام عليكم.